اليوم دخلنا في أزمة التدفئة في المنطقة، علما أن اليوم ذروة الصقيع في الشهباء، وبدأ الفصل الشتاء يدلي بظلاله على المنطقة. لم يتم توزيع مادة المحروقات على العائلات القاطنة والنازحين الموجودين في المخيمات، وهذا أثر سلبا على العائلات الموجودة النازحين. إضافة لذلك اليوم نعيش أزمة فيما يخص منع المزارعين من زراعة أراضيهم. يعني اليوم الشهباء معروفة كانت هي السلة الغذائية لحلب، وهو الريف الشمالي قاطبة. اليوم نجد أغلب المزارعين يمتنعون عن زراعة الأراضي بسبب التكاليف الباهظة للفلاحة، إضافة إلى منع إدخال مواد كالسماد كالبزار كالأدوية الزراعية إلى المنطقة وارتفاع وغلاء أسعارها وندرتها في المنطقة. لذلك أثر سلبا على الزراعة، وبالتالي أثر سلبا على تأمين فرص العمل للقاطنين في المنطقة. الأزمة الأخيرة التي نعاني منها اليوم هي أزمة الأفران، أيضا نتيجة منع إدخال المواد اللازمة لإنتاج مادة الخبز من قبل الأفران كالطحين كالخميرة كالملح والمحروقات المازوت. طبعا هذا أثر على تأمين هذه المادة في المنطقة نتيجة الحصار الجائر على المنطقة. يعني مادة الطحين منذ 3 أشهر لم يدخل على المنطقة، وهذا سبب بكارثة فيما يخص تأمين مادة الخبز. يعني احتياجاتنا اليومية من مادة الطحين تقريبا 36 طن من الطحين، أكثر من 4000 لتر من المازوت احتياجات يومية، ولتأمين مادة الخبز في هذه المنطقة بكمية تقريبا ما يعادل 53,000 ربطة خبز لتحقيق الاكتفاء للعائلات من مادة الخبز. طبعا هذه السياسة الجائرة هدفها هي كسر إرادة المقاومة لدى شعبنا، وإخضاع هذا الشعب للمؤامرات التي ترتسم للمنطقة ولسوريا عامة. يعني بمعنى يحاولون من خلال تجويع هذا الشعب، من خلال إخناع هذا الشعب، واليوم تعلمون هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهذه الممارسات الهمجية اللامسؤولة، وهذا التناغم بين سياسة حكومة العدالة وحكومة دمشق في كسر إرادة المقاومة لدى شعبنا في شمال وشرق سوريا.